افتتح في مدينة غرناطة الأسبانية يوم أمس الحوار العربي والأوروبي الثاني في الإدارة العامة يورومينا، وذلك بتنظيم مشترك بين معهد الإدارة العامة بيبا والمؤسسة العربية الأوروبية للدراسات العليا وكلية العلوم السياسية بجامعة غرناطة والمجموعة الأوروبية للإدارة العامة وجامعة إكس مارسيليا ومعهد الإدارة العامة والحوكمة الإقليمية في فرنسا. ويأتي هذا المؤتمر تأكيدا على أهمية بحوث الإدارة العامة كآلية محركة لعمليات التنمية المستدامة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ما تزخر به منطقتنا العربية من موروث حضاري غني من العلوم وقاعدة قوية من الباحثين القادرين على وضع خارطة طريق واضحة الرؤى على أسس علمية منهجية صحيحة.